هذا المحرك اللي يشوفه يقول هذا متاع 205 ولا 106، لا هذا يراه 6 زوايل، 6 شبو، الاخر 4 زوايل ولا 5، هذا 6، هذا ما يمشي الا 405 و 306. باش نعرفوه؟ نعرفوه بالكربتير يجي دوبل، كربتير يجي دوبل، شفتوه؟ هذا يجي دوبل الكربتير نتاعو، هذا يمشي 405 و 306، هذا سموه جينيور، اما ماهوش نتاع قوي برشا، حتى باش يركب على 106 205 يعني قوي برشا وما يساعدهاش وياكل ايسونس وياكل بنزين وما 405 و 306، هذا ما يمشيش لا 205 ولا 106، هذا يمشي كان على خاطر علاش قوي؟ لان هذا 6 شفو، 6 زوايد سما، يعني 6 حصلنا، لان هذا دوبل يجي دوبل كرباتير، باش نعرفوه يجي دوبل كرباتير، يعني كرباتير دوبل كور سموه احنا. سموه كرباتير دوبل كور يجي، شفتوا هذايا؟ هذايا تاع 306 و 405 يمشي. شفت كل شيء يجيبوه مقصوص، كل شيء مقصوص، كل شيء قصان. يعني يعرفوا كان يقص كابل السيرتير وكابل السيرتير مقصوصين، الشاكمو مقصوص، كل شيء مقصوص.